تقريبا خلصنا وما خلصنا المعرض سكر طبعا جينا متأخرين فكل الوقت حوالي ساعتين جلست على منصة مسدس سياراتهم كثيرة صراحة هذه اي 400 غريب ان الجيل اي مو موجود ما ادري ليش هذا قليل نشوفه بالسعودية يا لبي الا جس الصوت ام سوري تذكرون اللي صورته بمعرض دبي الدولي زي لون هذا من داخل عجيب اللون هذا واضح الموظفين قافلة معهم اوه بيغطون السيارات خلاص واضح ان الطردة حلت عيني الله يا الشاشات نفس نظام الاسم كل مكان ما صورت لكم الحرارة حق مسج طبعا هذولي معليش ام سوري هذا الجيل سي الجيل اي ما ادري ليش ما جابوه لكن اغديهم يغيرونه ان شاء الله هذا الاكس كلاس هذا مبنى على شاصي نافارا بصور لكم وانا امشي يشتغل كل دقيقة اوه يرفت لا تتودينا فندق انت او ما ايش وضع الجو برا برد طبعا السيارات اشكال والوان اخذ لكم لفة على السريع باسم منصة فولفو صراحة عجبني شكل المنصة حقتها ما ادري ليش السيارات قليلة نشوفها هنا بالسعودية magari lì sopra هذه جديدة فيها فلستر 1
طبعا جايه محركين كهرب وبنزين، مو واضح هذا جاي عكس عشان الإضاءة. البنزين 600 حصان والعزم 1000، شايفين الحين واضح لك. الكهرب 34 واط عندك، فما هي سهلة والله. 600 حصان رمادي.